بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم نتورك سيرمز اللي هي نظريات الشبكة. أهداف هذه المحاضرة التعرف على نظرية السوبربوزيشن ثيوري وكيفية قراءها على الشبكات والسوبربوزيشن ثيوري اللي يسمونه نظرية التراكيب، بحيث إذا عندك أكثر من مصدر سواء كان مصدر تيار أو مصدر فوتية تحذف بقية المصادر وتبقي على مصدر واحد في الحالة الأولى، وهكذا في الحالة الثانية تحذف المصدر الآخر وتعيد دائرة المصدر الأول بحيث يبقى المصدر الثاني موجود، وهكذا. وعندما نأتي لسنا نشرح هذا التفصيل. أيضا نظرية تيفينينثيزيوم وهي عبارة عن تقليص أو تخفيض الدائرة الكهربائية بحيث تكون منظورة بين نقطتين A و B وإيجاد الـ R ثيفينين والـ E ثيفينين. أيضا نظرية نورثونز ثيريوم and how to can be used to reduce any two terminal، أيضا نفس الحكاية، نقلل الدائرة أو نقص الدائرة بحيث تكون بين طرفين اللي هو الـ A و الـ B، ومن ثم يوجد الـ R نورتون 1 E والـ I نورتون. أيضا نظرية الماكسيمم باور ترانسفير وهي نقل أقصى قدرة من المصدر إلى الحمل، وسوف نفهم متى سوف تكون أو متى نستطيع أن ننقل أكبر قدرة إلى الحمل. أيضا في نظرية يسموها ميليمانز ثيريوم وهي عبارة عن اختصار لمصادر الفولتية ومصادر التيار وتبسيط الدائرة الكهربائية حتى يصل الحل. نظرية السوبربوزيشن ثيريا من أكثر النظريات المستخدمة في تحليل الدوائر الكهربائية. كيفية إجراء التحليل بالنسبة لنظريات السوبربوزيشن ثيريا؟ هي نظرية يتم عن طريقها تحليل الدوائر الكهربائية المعقدة في حالة وجود أكثر من مصدر نفس ما أسلفنا، سواء كان هذا مصدر تيار أو مصدر فولتية، بحيث يكون ليسوا على توازي أو على توالي، لأنه في حالة أنه كان مصادر التيار على توازي يسهل جمعهم مع بعض، وإذا كان مصادر الفولتية على التوالي يسهل جمعهم مع بعض، لكن إذا كانت المصادر على التوالي وعلى التوازي فيصعب جمعهم مع بعض ويصعب التحليل. لذا نستخدم نظرية السوبربوزيشن وهي تعتبر الأسهل من بين النظريات، كله سهل لكن تعتبر الأفضل والأسهل، وأغلب الشباب يحبون نظرية السوبربوزيشن. طيب كيفية إجراء السوبربوزيشن؟ كما سألنا حيكون معك أكثر من مصدر، مصدرين أو ثلاثة أو أكثر، فيتم حذف جميع المصادر الأخرى في حالة إذا كان المصادر فولتية، يتم البقاء على مصدر واحد وجعل المصادر الأخرى شورت سيركيت، نخليها شورت سيركيت. إذا كان المصادر الأخرى تيارات فنجعل التيارات الأخرى عبارة عن مين؟ عبارة عن أوبن سيركيت، وتم التحليل. أيضا إذا كان معك AC أو DC فيتم التعامل معها على شكل الـ DC طبيعي والـ AC على شكل فيكتور. كما أسلفنا مصدر الفولتية يتم الاستعاضة عنه بشورت سيركت، ومصدر التيار يتم الاستعاضة عنه بأوبين. معنى هذا المثال الأول: Using the superposition theorem determine the current through resistor R2 for the network fig 9.2 we demonstrate that the superposition theorem is not applicable to power leafs. بمعنى في البداية نطلب إيجاد تيار على R2 بفعل تأثير المصدرين، ومن ثم نختبر أو نتعرف أو نثبت أنه superposition لا تناسب نظريات أو قوانين الباور اللي هي B يساوي I تربيع في الـ R. بالنسبة للسؤال الأول أو للفقرة A، في البداية نشوف تأثير المصدر الفولتية،
واتفقنا أنه حيكون مصدر التيار open circuit، فأصبحت معنا دائرة توالي. المطلوب الآن إيجاد التيار على مقاومة R2 اللي هي 6. إذا I2 شرطا عملها شرطة، وفي الأخير نجمعهم الاثنين، مثل لأنه بعد نطلع التيار ثلاثية التيار من مصدر التيار ومصدر الفولتير نجمعهم مع بعض، بحيث يكون مجموع الكلي للتيار المار في الدائرة. هيكون هنا على R2، بالتالي هيساوي 2 أمبير. الآن نشوف تأثير التيار لو مصدر التيار، بحيث يكون مصدر فولتية شورت سيركت. نلاحظ أن التيار المار في مقاومة 6 هيكون غير المار في مقاومة 12، لذلك نستخدم نظرية السوبربوزيشن، فيكون التيار I2 شرطتين يساوي 6. أيضا ننتبه لاتجاهات التيار، هيكون على نفس اتجاه المصدر. هنا المصدر التيار لوين؟ هيكون المصدر أو اتجاه التيار في R2 من أعلى إلى أسفل. وفي تأثير المصدر الفولتية أيضا نفس الحكاية، كان من أعلى إلى أسفل. إذن I2 اللي هو المار في R2 اللي هو 6 هيكون 2 زائد 6. إذا كانوا متعاكسين هيكون ناقص الأكبر من الأصغر، والشكل يوضح هذا الكلام. بالنسبة للفقرة B، أنا عارف أنه B1 يعني بمعنى أنه التيار واسطة المقاومة الماء بواسطة المصدر واحد يساوي ك 2 تربيع في 6 يساوي 24. B2 اللي هو I2 شرطتين هيساوي بفعل المصدر الثاني يساوي 6 تربيع في 6 هيساوي 216. إذا جمع 24 زائد 216 هيكون 240. البي توتال إذا جينا ناخذ التيار الكلي I تربيع توتال، I2 تربيع توتال في R2 حيساوي 8 تربيع، بالتالي حيكون 348. ذلك نظرية السوبربوزيشن لا تدعم تساوي الباور في برانش والباور الكلية. معنى هذا المثال using the superposition theorem determine the current through the 12 ohm 12 مين؟ 12 ohm، هي 12 ohm اللي هي مقاومة بين في الوسط. المطلوب إيجاد التيار المار في هذه المقاومة، مع العلم أنه معنا هنا حيكون معنا مين؟ مصدرين فولتية 54 و 48. الآن كما استفدنا أنه معنا مصدرين، بالتالي حنزيل المصدر الأول ونعمل شورت سيركت ونبقى على المصدر 54 ونشوف تأثيره. في هذه الحالة أصبحت الدائرة دائرة توازي وتوالي، بالتالي حيكون معنا R2 توازي R3 توالي R1. إذن R2 حيساوي 27 أوم. إذن الـ I-Source أو التيار الكلي حيساوي 54 على 27 2. بالنسبة للـ I2 شرطة، الـ I2 شرطة التيار اللي حيمر في المقاومة 12 هيكون عبارة عن الـ I الكلي في المقاومة التي لا يمر فيها، اللي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن 4 على مجموعة المقاومتين 4 و12، إذن حيكون 0.5. الآن نشوف تأثير مصدر 24، كما أسلفنا ضروري يكون اتجاه التيار باتجاه السورس. نفس الحكاية حتكون عبارة عن دائرة توازي وتوالي للمقاومات مع المصدر، إذن حيكون معنا R1 توازي مع R2 زائدا من R3، النتيجة حتكون 12، لأن التيار الكلي الأيسوس بفعل هذا المصدر حيساوي 4. إذا الأي2 شرطتين هيساوي الأيسوس في R1 اللي 24 لا يمر فيها يمر على 12، بالتالي حيساوي 2.7. الآن التيار المحصل كما هو في الشكل هم متعاكسين، بالتالي هعمل التيار الكلي ناقص التيار الأعلى من التيار الأقل 2.67 ناقص 0.5. إذا التيار I2 المار في المقاومة بتأثير المصدرين يساوي 2.17 أمبير. وهذا مثال يوضح استخدام نظرية السوبربوزيشن، وعبارة عن من إيجاد تيار I1 في المقاومة R1 مع مصدر تيار مصدر فولتية. في البداية نقيم مصدر التيار، إذا حيكون I1 شرطة حيساوي فولتية على R1 تساوي 5.
نجي على المصدر الفولتية شورت سيركت ونشوف تأثير مصدر التيار. فالتيار المار في المقاومة 6 يساوي صفر حتى لو ما حلت من النظام. ليش يساوي صفر؟ لأنه حيكون معك شورت سيركت. ما دام معك شورت سيركت على المقاومة وشورت سيركت يكون دائما على التوازي، لذلك حيساوي كل التيار أو كل المصدر حيمر داخل شورت سيركت وحيترك المقاومة، بالتالي حيكون معنا هنا التيار المار في R1 يساوي صفر. إذا الآي وال الكلي عبارة عن 5 زائد صفر يساوي. مثال آخر معنا الشكل على شكل قنطرة أو بريدج، المطلوب إيجاد بواسطة السوبربوزيشن. فإن الكرنت I 2 through 12 كيلو أوم، كما أسلفنا حيكون شورت سيركت بالنسبة لي مصدر التيار مصدر الفولت، وأوبن سيركت بالنسبة لمصدر مين لمصدر التيار. نبدأ بعمل شورت سيركت مصدر الفولتية. إذن حيكون معنا الشكل الذي أمامكم، حيكون معك شورت سيركت، ومن ثم هذه الشورت سيركت هي نقطة بين الفرعين بين R1 و12 وبين R2 و R4. إذن حيكون معنا مقاومتين كل منهم على التوازي، وبعد ثم كل برانش حيكون على التوالي مع الآخر. المطلوب إيجاد الآي المار في 12. إذن حأخذ نظرية الكرنت ديفايدر رول، حيكون معك الآي 2 شرطه عبارة عن الآر 1 في تيار الكلي اللي هو 6 تيار المصدر في المقاومة التي لا يمر فيها، اللي هي هتكون كام؟ هتكون 6 على مجموع المقاومات 6 كيلو زائد 12، بالتالي حيكون معك 2 ملي أمبير. الآن حنلغي مصدر التيار، حيكون معك أوبن سيركت، وحيكون المسيطر على الدائرة اللي هو مصدر الفولتية. هنعمل ريدروينج الدائرة، حيكون كالتالي، بالتالي حيكون معك الآن مقاومة 6 كيلو ومقاومة 12 كيلو موصلات على التوالي، ومقاومة R3 وR4 موصلات على التوالي كذلك. إذا عشان أوجد التيار المار في 12 ونفس التيار المار على 6، والمصدر حيكون مطبق على برانش 6 و12 على التوازي وبرانش 14 و15 على التوازي. إذا الآي شرطة حيساوي 9 على مجموع المقاومتين 9 و12 حيساوي 1.5. الآن طبعا اتجاه التيار في بتأثير المصدرين حيكون في نفس الاتجاه، إذا حيكون معك الآي 2 عبارة عن 2 زائد 5 بوينت 5 يساوي 2 بوينت. هذا المثال الأخير، افهموه واستوعبوه. ديفينينس ثيريوم تعتبر من أهم النظريات التي تعمل على حل الشبكات المعقدة بحيث تجعلها أكثر سهولة للتحليل. و بالنسبة للديفينينس ثيريوم هو عبارة عن تبسيط الدائرة الكهربائية أو الشبكة الكهربائية إلى مصدر نسميه الإيثيفينان و مقاومة نسميه الآر تيفينين كما في الشكل أمامكم، بحيث يكون الـ A موصل مع غزين الـ A والـ B، والـ A والـ B الموصلة على موصلة على أيضا. هذا مثال للتبسيط، هيكون معنا عبارة عن مصدرين، مصدر E ومصدر I، مصدر فولتية ومصدر تيار. في الأخير هيكون معنا الـ E تيفينين عبارة عن E تيفينين مصدر بالنسبة للمصدر مختصر بالنسبة لهم يوازيهم أو يكافئهم مع الار تيفينين، والار لود بين نقطتين الـ A والـ B، وسنفهم هذا في آخر الأمثلة. بالنسبة لإجراءات تيفينين ثيريوم أو كيفية العمل، في البداية يتم إزالة الجزء الذي يراد إيجاد تيفينين عليه من الدائرة. رقم 2 مارك أو تأشير أو تعليم المكان هذا بنقطتين عبارة عن A B أو C B أو أي كان، نعلم عليه نقطتين بحيث يكون واضح أثناء التحليل. بعد كده نوجد الآر تيفينين. كيفية إيجاد الآر تيفينين؟ إيجاد الآر تيفينين زي كما أسلفنا يتم إزالة الفرع أو الجزء الذي يراد إيجاد تيفينين ثيريوم أو تيفينين سيركت عليه. رقم 2 إزالة المصادر والمصادر التيار ومصادر الفولتية.
إذا كان مصدر فعل هيكون open circuit، وإذا كان مصدر فولتية هيكون short circuit، ومن ثم جمع المقاومة على التوالي وعلى التوازي وإيجاد المقاومة الكلية اللي هتكون عبارة عن R تيفينين. بالنسبة لـ E تيفينين، كيفية إيجاد الـ E تيفينين؟ يتم إعادة المصادر إذا كان مصدر أو مصدرين أو ثلاثة. إذا كان أفرض أنه مصدر واحد، يتم إعادة المصدر ويتم ويكون بين A1 أو بين A و B عبارة عن open circuit. فالمطلوب إيجاد الـ E تيفينين على النقطتين، بين النقطتين الـ A و البي، ونستخدم النظريات التي أخذناها سواء كانت ديفايدر رول، الفولتج ديفايدر رول، كيرشوف فولتج لو، أي نظريات السابقة كامل أو القوانين السابقة كامل لإيجاد مين اللي تفهم. هذا بحالة إنه كم مصدر، بحالة إنه كم مصدرين نستخدم نظريات السوبرفيزيشن، بحيث نبقى على مصدر نشوف تأثيره، بحيث نوجد إي تيفينين شرطة، ومن ثم نزيل المصدر الأول ونعيد المصدر الثاني لإيجاد الإي تيفينين شرطة ثانية، وبعد كده نجمعهم جمع عادي على الأقل. إذا كانوا في اتجاه واحد حيكون جمعهم عادي، وإذا كانوا متعاكسين بالإشارات حيكون جمع الأكبر ناقص إيش الأصغر. يتم رسم تيفينين الكوفيلنت عبارة عن إي تيفينين وآر تيفينين، ونعيد الجزء المفصول أو المقطوع أو المنزوع من الدائرة. معنى هذا المثال: Find the Tiffinin equivalent circuit for the network in the shaded area. معنى هذا النتورك اللي باللون الأزرق، المطلوب إيجاد إي أو إيجاد تيفينين إكوفيلنت سيركت بالنسبة لها. هيكون معك الحمل عبارة عن آر إل ومعلم عليه بين نقطتين A والB. أول خطوة كما اتفقنا إزالة الجزء الموجود من خلاله أو من جهته إيجاد الإي تيفينين اللي تيفينين إكوفيلنت الدائرة الثانية، بالتالي ننزع الآر رول. الآن يتم إيجاد الآر تيفينين، طبعا الار معزول، بالتالي حيكون الار تيفينين من اتجاه الار او من اتجاه الاي والبي، بالتالي حيكون معك شورت سيركت لمصدر الفولتيه. اذا الار تيفينين عباره عن مقاومتين مربوطتين على التوازي 3 و6، فحيكون الناتج عباره عن 2. يتم اعاده المصدر ووضع اي تيفينين بين الاي والبي. الان بالنسبه للاي تيفينين، هو يعتبر الفولتيه المسلطه على 6 أوم. إذا هنستخدم نظرية الفولتج ديفايدر رول، إذا الإي الكلي اللي هو 9 في الآر 2 الفولتج المراد الفولتج عليها على مجموع من المقاومتين الآر 1 والآر 2، بالتالي الفولتج الموجودة على الآر 2 هي نفس الفولتج الموجودة على الإي 2، لأن قلنا الفولتجات في التوازي هتكون متساوية. الآن نرسم دائرة تيفينين، بالتالي هيكون معك الإي 6 والآر تيفينين 3 2، وإعادة الجزء المقطوع. في السؤال طلب مننا إيجاد الآي لود في حالة أن الآر لإل يساوي 2 وآر إل يساوي 10 وآر إل يساوي 100. معكم الإجابات كما هو واضح أمامكم، كل ما زاد الحمل كل ما قل من التيار. آخر فائدة تيفينين إكوفيلنت سيركت فور ذا نيت وورك إن ذا شهادة الإيريا في مكان المظلة. هنا معنا مصدر تيار، فكما أسلفنا يكون أول شيء نزيل الجزء المقطوع أو الجزء المراد إيجاد إي تيفينين بينهما أو التيفينين الفريد بينهما. لو تلاحظوا تم إزالة الأول فقط في الخطوة الأولى، تم إزالة الجزء المقطوع. الخطوة الثانية لإيجاد الآر تيفينين، تم إزالة المصدر التيار وجعله أوبن سيركت. إذا الآر تيفينين عبارة عن مقاومتين على التوالي 4+2 تساوي 6. الآن يتم إعادة مصدر التيار لإيجاد الإي تيفينين. لو تلاحظوا إنه حيكون المكان بين الـ A بين نقطتي A و B عبارة عن أوبن سيركت، بالتالي التيار المار في هذه النقطتين عبارة عن صفر. إذا التيار المار في المقاومة 2 عبارة عن صفر. إذا الإي تيفينين هو عبارة عن الفولتية الموجودة على الـ R1، الفولتج الموجود على R1 هي عبارة عن مين؟ عبارة عن التيار الكلي 12 في 4 حيساوي 48، ومن ثم نرسم دائرات الدائرة المكافئة للتيفينين اللي هي 48 موصل معها توالي 6، ومن ثم نعيد الجزء المقطوع. وإذا طلب إيجاد الـ IL نستطيع إيجاده عن طريق قانون. إذا هذا مثال آخر، المطلوب إيجاد دائرة التيفينين بين النقطتين الـ A و البي.
في البداية كما عرفنا نزيل النقطتين، نزيل البرانش الموجود في نقطتين اللي هو R4 اللي يساوي كام؟ 3. الآن هيتم إيجاد الآر في 2، بحيث نحن نزعنا الايه بين البرانش الموجود في الاي والبي واستعرضناه بأي آر، وضعنا الآر في 2 بين هذه النقطتين لإيجاد الآر في 2. الآر في 2 هتكون عبارة عن مين؟ عبارة عن مقاومة 6 ومقاومة 4. ليش مقاومة 6 ومقاومة 4؟ لأنه حيكون معك المقاومة 2 عليها شورت سيركت، بالتالي لأنه حيكون معك المقاومة 2 عبارة عن مين؟ عليها شورت سيركت اللي هو المصدر الفولتية. إذا حيكون عبارة المقاومة الآر في 2 عبارة عن مين؟ 6 مع 2 على التوازي، والآر 2 حتروح بحيث إنه شورت سيركت ألغاها. الآن نعيد مصدر الفولتية، والإي في 2 في هذه الحالة حتكون عبارة عن مين؟ عبارة عن الفولتية المسلطة على 6 على المقاومة 6. فنستخدم الكرنت ديفايدر الفولتج ديفايدر رول اللي هيكون معك 8 في 6 على 6 زائد كام؟ زائد 4 اللي هو 4.8. هذا المثال آخر اللي هو find the Thevenin equivalent circuit for the network in the shaded area of the bridge network. نفس الحكاية، حنزيد البرانش اللي بين البي وبين الاي والبي. رقم 2 هنعمل شورت سيركت على المصدر ونعمل ريدرونج للدائرة. لاحظ انه الار في 2 هيكون معك 6 مقاومة 6 اوم ومقاومة 3 اوم مرتبطين على التوازي، ايضا مقاومة 12 اوم و 4 اوم مرتبطين على التوازي. اذا هيكون معنا توازي زائد توازي، بمعنى مقاومة توازي مقاومة توازي، والكل موصلين على توازي. اذا الار في 2 حتساوي، نعيد المصدر 72 والمطلوب ايجاد الاي في 2. عشان نوجد الاي في 2 ضروري نوجد الفولتية على مقاومة ار 1 والفولتية على مقاومة 12، ومن ثم نستخدم الكيرشوفز فولتيج لو. اذا الفي 1 حيساوي عن طريق الفولتيج ديفايدر رول بالبدايه، الفي 1 حيساوي ار 1 اللي هي 6 في اي على ار 1 زائد ار 3، والفي 2 حيساوي اي في ار 2 على ار 2 زائد ار 4. اذا حيطلع 48 و54. المحصله الان الاي تي فينين، ناخذ كرشوف فولتيج لو باشاراته، حيكون معنا موجب اي تي فينين زائد في 1 ناقص في 2 يساوي صفر. اذا الاي تي فينين حيساوي في 2 ناقص في 1 حيساوي 6، ونرسم الدائره المكافئه. الدائره المكافئه رسمت اشاره السالم مع الاي على حسب الرسم، واشاره الموجب مع البي. اذا حبينا نضع الموجب فوق فالبي يتحول مثلا مكان الاي، والاي يتحول مكان ايضا. هذه مثال آخر وفيها تو سورسز، بالتالي ضروري هذه تحل عن طريق السوبر بوزيشن تيريا، ومن ثم لإيجاد الإي تيفينين على الآر إي والآر تيفينين. أيضا نرسم المصادر بالرسم الاعتيادي، بحيث أنه كما أسلفنا في محاضرات سابقة أنه إذا كان النود المصدر على شكل نود أو على شكل نقطة، إذا كان القيمة موجبة حيكون اتجاه الموجب للدائرة اتجاه السالب للأرضي كما هو معلوم في مصدر عشاء، والعكس في حالة أنه كان سالب هيكون اتجاه الموجب للجراوند واتجاه السالب للدائرة. وبكذا نكون تخلصنا من الإشارة المعكوسة. بعد كذا نزيل البرانش لو على A و B ونشرط المصدرين لإيجاد الآر. بالنسبة للآر ثيفنين حتكون عبارة عن مين؟ حتكون عبارة عن 3 مقاومات على التوازي ومقاومة أخيرة على التوالي معهم، بالتالي R1 توازي R2 توازي R3 زائد R4، فالقيمة 32 كيلو أوم. حتى نوجد الإي ثيفنين نستخدم المصدر الأول 6 ونشرط المصدر الثاني الآخر. لو تلاحظوا أن الإي ثيفنين إشارة فوق
في المصدر الأول إشارة فوق سالب وإشارة تحت موجب عشان يحكمون مصدر ستة إنه مرسوم بهذا الشكل سالب فوق وموجب تحت. الآن نوجد الـ ثيفنين. بالنسبة لـ ثيفنين هيكون عبارة عن مين؟ هيكون عبارة عن الفولتية الموجودة على مقاومة ستة. هيكون الفولتية الموجودة على مقاومة مين؟ على مقاومة ستة. وعلى الـ R4 لا يوجد فيها فولتية، إذن هيكون معانا الآن الـ I4 هيساوي صفر. المقاومة ستة، أنسى أن المقاومة ستة متوازية مع المقاومة اثنين. إذن في البداية حتى نوجد الكرنت ديفايدر الفولتر ديفايدر رول نجمع ستة مع اثنين على التوازي، ومن ثم الفولتية المسلطة عليهما على كلتاهما هي عبارة عن مين؟ على الثيفنين وليس على المقاومة ستة فقط. إذا كانت غير موجودة الـ R4 بالتالي حيكون الفولتية على المقاومة ستة، لكن ما دام معك موجود لا موجود إذا كانت المقاومة R2 غير موجودة حيكون على ستة، لا R3 اللي هي ستة، لكن ما أنه موجود مقاومة متين على التوازي ضروري نجمع المقاومة على التوازي ونطبق الفولتر ديفايدر رول حتى نوجد الـ V3. والـ V3 هو عبارة عن مين؟ عن الـ E3. هلي ثيفنين شرطتين، هنزيل المصدر ستة ونشتغل على المصدر عشرة. لاحظ انه اشارات الاي ثيفنين موجب فوق وناقص تحت طبعا لاشارات المصدر. ايضا الفولتية على R4 هتساوي صفر لانه اوبن سيركت، ومن ثم الاي ثيفنين عبارة عن الفولتية على مين؟ على الستة وعلى البوينت ثمانية، بحيث ستة وبوينت ثمانية ما لهم متوصلين على التوازي. إذا الفي 8 حيكون، ومن ثم الفي 8 حيكون نفس الفولتية اللي هي موجودة على كلتا المقاومتين. إذا الفي 3 حيساوي R total شرطتين اللي هو R1 توازي R3 في الإي على R total شرطتين زائد R2 الموصلة مع المصدر حيكون 1.5. ومن ثم لإيجاد الإي 8 الكلي هنشوف الحساب الإي 8 شرطة 1 عكس إي ثيفنين شرطتي تو، بالتالي حيكون معانا نعمل على طرح المصدرين حيكون 4.5 ناقص 1.5 بالتالي 3، والغلبة المصدر السالب لأنه 4.5 كان سالب فوق وموجب تحت. بالنسبة للنظرية الثالثة اللي نورتونز ثيريا، نفس الثيفنين هيكون هيتم هي عبارة عن نظرية لتديوس أو تقليل أو تلخيص أو تسهيل الدوائر الكهربائية المعقدة التي تكون على شكل توازي وتوالي، ويستعاض عنها بمصدر تيار يسموه الآي نورتون ومقاومة مكافية يسموها الآر نورتون وتوصل على التوازي أنه يكون معنا مصدر من مصدر تيار. ومن ثم البرانش المطلوب لإيجاد الآر أو النورتون يكون سيركت عليه A و B. كيفية إجراء النورتون ثيريا؟ نفس الحكاية نفس ما عملنا في الثيفنين، يتم إزالة الجزء المطلوب إيجاد النورتون إكوفلنت سيركت عليه. رقم اثنين مارك أو تعليم أو تأشير بـ 2 تيرمينال نورتون اللي هو الـ A و لإيجاد الـ R نورتون. R نورتون تعتبر هي نفسها الـ R ثيفنين، بحيث يتم إزالة الجزء المطلوب إيجاد الـ R نورتون عليه، ومن ثم مصادر الفولتية هيكون شورت سيركت ومصادر التيار حيكون open circuit، وتجمع توازي وتوالي بقية المقاومة لإيجاد الـ R. بالنسبة لإيجاد الـ I نورتون، يتم إرجاع المصدر الموجود الذي أزيل من داخل الدائرة، ومن ثم عمل short circuit بين طرفي الـ A والـ B، عمل short circuit وإيجاد الـ I نورتون في هذا short circuit في على هذا الخط يعني. الأخير نرسم الدائرة المكافئة لـ نورتون كوفرنت سيركت اللي عبارة عن مصدر تيار و اللي يسمي الآي نورتون ومقاومة موصلة على التوازي معه اللي هي الآر نورتون والبرانش A و B، وما قطع من الدائرة يتم استعادته. لتحويل من شكل A نورتون ثيريوم إلى ثيفنين ثيريوم، يتم عملية التحويل بحيث أن تكون الآر نورتون هي نفسها الآر ثيفنين، ونعرف أن الفولتية عبارة عن تيار في
مقاومة حيكون I نورتون في R نورتون، والتيار عبارة عن فولتية على مقاومة حيكون I نورتون عبارة عن تيفين على R تيفين، R تيفين توصل على التوازي مع مصدر فولتية، والR نورتون توصل على التوازي مع مصدر مين على تيفين توصل على التوالي وهذه على التوازي. معنا هذا المثال find the Norton equivalent circuit for the network is الشارج ديال ريفيك 9.67 موجود معنا 9 فولت ومقاومة 3 ومقاومة 6 ومعانا البرانش المطلوب إيجاد النورتون إيكوفالنت سيركت عليه بين A والB وعليه R نود اللي هو يعني مقاومة الحمل. في البداية قلنا يتم إزالة البرانش الموجود بين نقطتين الـA والB أو المطلوب إيجاد نورتون عليه. رقم 2 لإيجاد الـ R نورتون هيكون بالشكل الأول هذا، نعمل شو السيركت على المصدر، بالتالي الـ R نورتون عبارة عن مقاومتين توازي 3 و 6 هيساوي كام؟ 2. ومن ثم لإيجاد الـ I نورتون يتم إعادة المصدر اللي هو 9 وعمل شورت سيركت بين الـ A والـ B. إذا المطلوب إيجاد الـ I نورتون هو التيار المار في بين النقطتين الـ A والـ B. بما أنه شورت سيركت والشورت سيركت موصل على التوازي مع 6، إذا الـ I نورتون يلغي المقاومة 6، إذا التيار حيكون عبارة عن 9 على 3 اللي هو حيساوي كام؟ 3. ومن ثم نرسم الدالة المكافئة للنورتون اللي هو الـ I نورتون 3 أمبير والـ R نورتون 2 أوم والبرانش يعود كما هو الـ RL. وللتحويل من نورتون إلى الثيفينين، الثيفينين عبارة عن I نورتون في الـ R اللي هو هيكون معنا 3 2 هيكون 6، والـ R نورتون هي عبارة عن R ثيفينين توصل على التوالي مع مصدر الـ ثيفينين. معنا مثال آخر المطلوب إيجاد الـ ثيفينين أو نورتون إيكوفالنت سيركت بين الـ A والـ B اللي هو على مقاومة أو بدلاً عن مقاومة أو منظور من مقاومة الـ RL 9. في البداية قلنا يتم قطع الـ RL إزالتها من الدائرة. رقم 2 لإيجاد الـ R نورتون نزيل المصادر الموجودة لدينا هي عبارة عن مصدر تيار فيكون أوبن سيركت. إذا الـ R نورتون عبارة عن مقاومتين على التوالي 5 و 4 يساوي 9. يتم إعادة مصدر التيار وعمل شو سيركت بين الـ A والـ B لإيجاد الـ I نورتون. لو نلاحظ أن الـ R1 والـ R4 تعتبر موصلتان حولي المصدر اللي هو حول المصدر 10 فولت. أيضا البرانش A B التيار الذي يمر في البرانش A و B هو نفس التيار الذي يمر في مقاومة 4، لذلك يتم إعادة رسم المقاومة على الشكل الذي أمامكم. ومن ثم إيجاد الـ I نورتون بالكرنت ديفايدر رول حيساوي 5.56. رقم 4 نرسم الدائرة المكافئة لنورتون، مصدر تيار، مقاومة، وإعادة الجزء. معنا هذا المثال ويحتوي على ثلاث مصادر، لكن المصدر الثالث يعتبر ضمن الـ A والـ B، بالتالي حيتم إزالته بحيث يكون جزء مقطوع من الدائرة، لذلك حيكون معنا مصدرين فقط. دائرة إيجاد الـ R نورتون يتم إزالة المصدرين، مصدر الفولتية شورت، مصدر التيار أوبن، حيصبح معنا الـ R نورتون عبارة عن مقاومتين على التوازي اللي هي 4 و 6 حيساوي 2 بوينت. بما أنه معنا مصدرين، حيتم إعادة مصدر وحذف الآخر، ونستخدم نظرية السوبر بوزيشن لإيجاد الـ I نورتون. في المثال الأول إذا أزلنا مصدر التيار حيكون معك أوبن سيركت، إذا الـ I نورتون عملنا شورت على الـ A والـ B، الـ I نورتون حيكون التيار المار على المقاومة 4 فقط، لأنه المقاومة 6 حتكون شورت سيركت، حيلغيها الشورت سيركت، إذا الـ I نورتون شرطه حيساوي 7 على 4 وحيكون 7 5، واتجاه التيار المار في الـ I نورتون من الأعلى إلى الأسفل. إذا عملنا شورت سيركت بالنسبة للتيار، عملنا شورت سيركت بالنسبة لمصدر الفولتية واشتغلنا على مصدر التيار، بالتالي حيكون معك شورت سيركت على 6 أيضا، بالتالي حيلغي الستة وحيكون مار تيار الآي نورتون حيكون عبارة عن مين؟ عبارة عن تيار 8. قد يقول قائل ليش طيب ما يمرش في 4؟ 4 هي تعتبر هي توازي مع 6، إذا حيلغي 6 وحيلغي مين؟ حيلغي 4، حيكون التيار الـ I نورتون هو التيار الكلي أو تيار المصدر الكامل تماما.
حيكون في اتجاه مين؟ نيوتن يتم ثم يتم طرح 8 ناقص 1.75 حيكون 6.25 ويكون اتجاه التيار من أعلى إلى أسفل نسبة إلى 8 أمبير لأنه كان الجزء الأكبر والقيمة الكبرى. ومن ثم الأر نورتون وصل التوازي ويتم إعادة الجزء المقطوع. الرابعة هي ماكسيمم باور ترانسفير ثيريوم، هي نظرية تستخدم لضمان إيصال أعلى قدرة إلى الحمل، ويتم أو تكون أعلى قدرة تنقل من المصدر الحمل في حالة أنه كانت الأر لود تساوي الأر نورتون أو الأر ثيفنين. مثلا إذا كانت الأر نورتون 10 بالتالي أعلى باور حتكون عند مين؟ عندما تكون مقاومة الحمل تساوي 10. إذا كانت مقاومة الحمل تساوي 9 حتكون أقل قدرة، إذا كانت مقاومة الحمل 12 حتكون أقل قدرة. هذا المقصود بهذه إيش؟ نفرض أنه معانا هذه الدائرة اللي هي إيثفنين والآر ثيفنين والآر لود، لذلك ضروري تكون الآر لود تساوي مين؟ الآر ثيفنين. إذا حيكون معك الآي لود حيساوي الإيثفنين على الآر ثيفنين زائد الآر لود. ولا ننسى انه الار لود تساوي الار ثيفنين، بالتالي حيكون الاي لود عباره عن الاي ثيفنين يساوي على 2 ار ثيفنين. وانا عارف ان البي عباره عن اي تربيع ار ال، اي تربيع ال في الار ال، نعوض بالقانون بالتالي حيكون البي الماكسيما على قدره عباره عن الاي ثيفنين تربيع على 4 ثيفنين. اذا استخدمنا نورتون نفس الحكايه، الار ال حتساوي الار نورتون والبي اللي ماكس حيساوي الاي نورتون تربيع في الار ان على 4. لو نعوض في المعادله الاولى الاي نورتون تربيع او الاي نورتون عباره عن مين او الاي الاي ثيفنين عباره عن الاي نورتون في الار نورتون، اذا الار نورتون حتروح البسط مع المقام والاي نورتون حيكون تربيع، اذا حيساوي اي نورتون تربيع على ار ان على 4. هذا مثال given the network in fig 9.94 find the value of RL for maximum power to load. المطلوب يقدر RL اللي تعطينا أعلى باور للود and find the maximum power to the load. معنا إحنا الآن هذه الداية هيكون معك مصدرين، مصدر الـ E1 ومصدر التيار 6 ومعك الـ RL، بالتالي الآن حنعلل طبيعي عشان نوجد الـ RL، لأنه إحنا اتفقنا أنه الـ RL عبارة عن إما R نورتون أو R ثيفنين. هناخذها على سنج بطريقة الثيفنين، هنزيل الجزء المقطوع ونزيل التيار ونشرد المصدر، مصدر الفولتية، بالتالي حيكون معك الـ R ثيفنين عبارة عن 3 زائد 10 زائد مين زائد 2 أوم، بالتالي 15. الآن لإيجاد الـ ثيفنين، بالتالي الثيفنين حتكون إشارة ناقص زائد على إشارة المصدر اللي هو 68. لو تلاحظوا الآن حيكون معك التيار على المقاومة عشان ما نروحش نعك ونقول نحلها بالسوبر بوزيشن، لا ما تحلش هذه بالسوبر بوزيشن، لأنه حيكون معك الـ E اللي هو E1 68 مرتبط مع E2 و E2 هنا في هذه الحالة يعتبر إيش؟ يعتبر أوبن سيركت، إذا التيار على المقاومة R1 وعلى المقاومة R3 يساوي كام؟ صفر، إذا تلتقي المقاومتين الثنتين، فيصبح الـ E2 عبارة عن من؟ عبارة عن فولتية على المقاومة R2 وفولتية الـ E1. طيب كيف نوجد فولتية الـ V2؟ حيكون عبارة عن 6 في 10، بالتالي حيكون معنا من 60، وعليه حنعمل سالب V2 سالب E1 زائد الـ E2، بالتالي E2 حيساوي 128. إذا الـ B الماكسيمم حيساوي E2 تربيع على 4 E2، بالتالي حيساوي 273.06. بالنسبة لميليمنز ثيريوم هيكون معك مصادر على التوازي، مصادر فولتية، وكل مصدر مقاومته الداخلية R1 R2 R3 ومقاومة الحمل، فيتم تبسيط هذه الدائرة إلى مصدر واحد ومقاومة مين مكافية وتربط مع الحمل. بالنسبة للمقاومة المكافية حتكون عبارة عن مين؟ عبارة عن توصيل المقاومة على التوازي كما أخذناها، توصيل المقاومة على التوازي. وبالنسبة للفولتية عبارة عن مين؟ عبارة عن قسمة الفولتية عبارة عن تيار على الأدميتانس، واحد على R1 تعتبر أدميتانس، تعتبر مقلوب المقاومة، تلحق يكون معك E1 على R1 E2 زائد وناقص E2 على R2 بإشارتهم يعني زائد وناقص E2 على R3، والقانون أمامكم وطبق تطبيق مباشر على هذه النظرية. فطبقنا القانون الأول بحذافير وتطبيق مباشر للكوفيلنت يساوي 2.11 و
هذا راه كنت حساب واحد بوينت او صفر، ومن ثم حبينا نقول الاي لود حيكون معك الاي لود عبارة عن مين؟ عبارة عن الفولتية على الار كوفلنت زايد الار لود، والفي لود عبارة عن الاي لود في الار.